كل سنة وحضراتكم طيبين. بتتواصل احتفالات المصريين في كل أرجاء المحروسة بعيد الميلاد المجيد. الاحتفال الرسمي كان بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في وجود قداسة البابا توادروس. الحقيقة أن الاحتفالات لم تقتصر على الشكل الرسمي فقط، لكنها امتدت لكل محافظات وربوع مصر، من القاهرة لأسيوط لكنائس سيناء ومن الإسكندرية لأسوان. تلاحم بين الشعب المصري المسيحي والمسلم في الاحتفال بعيد الميلاد، واللي بيعكس المعاني العطرة اللي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان. هنتابع مع حضراتكم بالتأكيد مزيد من التفاصيل مع القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا، صباح الخير. ويعني في البداية لو تكلمنا عن متابعتك لأجواء الاحتفالات الكبيرة الحقيقة في كل ربوع مصر، وأيضا رمزية احتفال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيها. أهلا بحضرتك. هو الحقيقة أجواء الاحتفالات كانت يعني تتميز السنة دي بعودة المشاركة الشعبية في الصلوات في كل الكنائس لأول مرة منذ حوالي عامين لظروف فيروس كورونا. الأمر ده كان لي يعني رنة فرح وسعادة لدى المصلي. الاحتفالات أيضا على المستوى الاجتماعي تمت الاحتفالات المعتادة اللي كلنا عارفينها، فكرة تبادل التهاني، التزاور، التواصل مع أناس ربما لا يلتقوا إلا في أيام العيد. أيضا كالعادة المصريون جميعا كانوا في هذا الاحتفال، المسلمين والمسيحيين، الكل يتبادل التهاني. طبعا على تفضلي. زي ما حضرتك قلت بالفعل ان 7 يناير هو عيد كل المصريين، يعني دايما بنلاقي الكل بيعيد، صحيح بيهنوا بعض طبعا وبيقولوا لبعض كل سنه وانتم طيبين، لكن كمان الكل حاسس ان هو عيده الشخصي. استاذن حضرتك ان احنا كمان نرجع لزياره سياده الرئيس في الاحتفال بعيد الميلاد وطمانه سيادته من هذا المكان لكل المصريين بان ان شاء الله القادم افضل. اهميه هذه الطمانه في هذا التوقيت في هذا المكان. يعني يمكن حضرتك رصدتي النقاط الأساسية في الزيارة. طبعا الزيارة بتبقى سبب فرح في كل مرة يأتي إلينا فخامة الرئيس لتقديم التهنئة. لحظة دخوله وفترة وجوده في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بتبقى لحظات وفترة مفرحة لها مذاقة خاصة بسبب المشاعر الصادقة. يعني السيد الرئيس كان حريص انه يصافح عدد كبير من المصلين اللي التقاهم في طريقه في ممر الكاتدرائية بكلمات صادقة وبمشاعر جميلة. أيضا الرسالة اللي قدمها زي ما حضرتك قلت في التوقيت هو لمس مشاعر المصريين حينما قال يعني ما تخافوش، ودي كان يعني دي كانت تقريبا أول جملة في الرسالة إنه القلق ما تقلقوش، لأنه كلنا نعلم أن الجميع في مصر وفي كل العالم مشغول ومهموم بالأزمة الاقتصادية العالمية. فلما فخامة الرئيس تحدث إلى المصريين بدا في كلامه بوضوح أنه يشعر تماما بما
يشغل المصري. يعني بالتأكيد القمص موسى إبراهيم زي ما حضرتك ذكرت الاحتفالات كانت في كل ربوع مصر مش في مكان محدد. أيضا تابعنا التلاحم الكبير في الاحتفال بالأعياد ما بين المسلمين والمسيحيين، كيف تابعت ذلك؟ أنا يمكن قلت من شوية أنه التبادل التهاني كان كالمعتاد على مستوى رائع. احنا العيد تحديدا، ويمكن يعني كنا بنقول الكلام ده من لحظات، العيد تحديدا كل المصريين يشعرون بأنه عيدهم، يعني عيد ميلاد السيد المسيح الذي يحمل يعني دلالات مهمة جدا كلها يعني تعطي حياة أفضل للإنسان حينما يعيش هذه المعاني. نعم، القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جزيل الشكر لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وكل المصريين وكل العالم بألف خير بإذن الله.